English صف الأول الترم الأول يونت 8. أهلا بكم في قناتنا قناة طيور الجنة التعليمية. متنسوش قبل ما نبدأ لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. هنكمل مع بعض الجزء الثاني من يونت 8 وهنشوف هناخد فيه فونكس ورايتنج. يلا كل واحد يجهز ورقته وقلمه عشان يكتب ورايا. كي لرر كي ادي الكي كابيتال كي كي سمول زيها كي 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 ده لرر كي. طيب الساوند بتاع لرر كي ك ك. طيب احنا كنا واخدين ده في اول جزء من يونت 8. مين فاكر ده كان اسمه ايه؟ برافو عليك انت شاطر. اسمه كينج توت صح؟ كينج توت. كينج توت بيبدأ بالليرر كي. كينج توت الملك توت. كينج توت. طيب هنشوف تاني كلمة معنا اسمها كي 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 كي. طيب امال دي اسمها ايه؟ كايت كايت كي كايت كي كايت. يبقى احنا خدنا ثلاث كلمات بيبداوا بالليرر كي. كينج توت كي مفتاح كايت طياره ورق. طيب هنشوف هناخد ايه تاني. هناخد ليرر كيو. يبقى ده كيو اللي كان قبله كان كي. الكيو دايره اهيت ونعمل فيها شرطه مايله كده. ده الكيو كابيتال كمان مره دايره وشرطه كده. لكن الكيو سمول كأننا بنكتب الاي بس بنطول السنه دي شويه اهي دايره ونطلع وننزل بس نطول السنه اللي تحت شويه. ده الكيو سمول. طيب يلا نشوف الكيو سمول جايبه لنا كلمات ايه. جايبه لنا كوايت 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 يعني هادئ. خليك هادي. كوايت 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 يبقى دي بتقول ايه؟ بتقول كوايت. كيو كيو كوايت. طيب وجايبه لنا مين دي؟ من شاطر فاكرها برافو عليكو. اسمها كوين نفرتيتي. كوين نفرتيتي كوين نفرتيتي بتبدا بالليرر كيو ولازم الكيو تبقى كابيتال عشان ده اسم. كيو كوين نفرتيتي. طيب هنجيبه ايه بقى؟ يبقى احنا خدنا في الكيو حرفين بس كلمتين بس. اول كلمه كوايت تاني كلمه كوين نفرتيتي. طيب هناخده ايه بقى في اي ليف ان؟ انا عايش فين؟ ايوه دي اسمها ايه؟ اسمها الكساندريا. الكساندريا اللي كلكم بتروحوا تصيفوا فيها اسمها الكساندريا. الكساندريا الكساندريا اي ليف ان الكساندريا. يعني لما نقول انا عايش في اسكندرية نقولها ازاي؟ قلنا لما بنتكلم عن نفسنا نقول اي اي ويعيش يعني ليف. اي ليف يعني انا عايش. اي ليف ان في اي ليف ان اي ليف ان الكساندريا. اي ليف ان الكساندريا يبقى اي ليف ان الكساندريا يعني انا عايش فين يا سنة اولى؟ في اسكندرية. طيب نشوف الصورة اللي بعدها دي اسمها ايه؟ اسمها بورت سعيد. بورت سعيد بورت سعيد اللي هي بورت سعيد. طب بورت سعيد هنقول انا عايش في بورت سعيد ازاي؟ هنقول I live in بورت سعيد. I live in بورت سعيد. I live in بورت سعيد. طيب امال دي اسمها ايه؟ في هالبرج. البرج اسمها ايه؟ كايرو. كايرو سي اتنطقت ايه؟ كي صح؟ عشان ما وراهاش ايه؟ برافو عليكم. ما وراهاش ولا اي ولا اي ولا واي فنطقناها كي. كايرو كايرو كايرو. اي ليف ان كايرو. اي ليف ان كايرو. اي ليف ان كايرو. طيب امال دي اسمها ايه؟ اسمها اسوان. وبالمناسبة قبل ما نكمل كل الأماكن اللي احنا خدناها الكساندرية بورت سعيد كايرو أسوان أي مكان لازم يبدأ بليرر كابيتال عشان دي أماكن. يبقى قلنا كده خدنا حاجتين لازم يبدأوا بليرر كابيتال. أسماء الأشخاص
او البني ادمين او الناس واسماء الايه الاماكن. يبقى اسوان، اسوان بتبدا بالرار كابيتال عشان قلنا ده اسم مكان. اسوان اي ليف ان اسوان، اي ليف ان اسوان، اي ليف ان اسوان. طيب امال دي اسمها ايه اللي السائحين بيروحوا يزوروها من كل الاماكن؟ اسمها لوكسور، 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 لوكسور. اي ليف ان لوكسور، وبرده لوكسور بتبدا بليرر كابيتال عشان ده مكان. اي ليف ان لوكسور، اي ليف ان لوكسور. سؤال بقى والشاطر اللي هيحله معايا، اي ليف ان، انا كده عايش فين؟ اي ليف ان، برافو عليكم، كايرو، كايرو، اي ليف ان كايرو. سؤال الهوم ورك بقى ليكم يا سنه اولى، وات از ات بتبدا بالليرر كي، وات از ات، اللي هيكتب لي الكلمه دي يبقى شاطر خالص وهيكون هو احسن واحد. طيب احنا كده كنا في قناه، كنا مع بعض مع قناه طيور الجنه التعليميه، متنسوش لايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد يا سنه اولى، وجود باي يا سنه اولى.